Buonasera, السلام عليكم، كيف حالكم جميعا أحباء المشاهدين؟ الآن هذا الفيديو من نهر التبر، ارتفع نسبيا المياه نتيجة لسقوط الأمطار غزيرة يوم أمس، وهذا هو نهر التبر، مجرى نهر التبر. وهو موجود في العاصمة الإيطالية روما. شيء مخيف وعميق، ممكن يصل إلى العمق إلى 10 أمتار. ولا تنسوا الاشتراك في القناة أحبائي المشاهدين. أحييكم، أحمد الفهري من العاصمة الإيطالية روما. هذا هو نهر التبر، طبعا هذه القلعة تعتبر في وسط النهر، اسمها جزيرة تبري، جزيرة تبري. يقع في هذا المبنى وكنيسة ومستشفى ومقهى، فمستشفى كويس من الجهة الثانية طبعا. شيء جميل جدا، لا تنسوا الاشتراك ومشاهدة طيبة للجميع. إلى اللقاء.